Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan. Saya dari kelas 5A Haki School. Saya akan membacakan surat Al-Insyiqaq dari ayat 1 sampai ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وهقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.